غير مؤمن بالكوكب أقصد. أيوة كان مؤمنا بالله، لكن لما قال هذا ربي يعني يريد أن ينقلهم إلى رب جديد، اخترنا رب جديد. طيب فلما أفل، ما شاء الله كتاب. فلما أفل أي غاب أنا أعتذر لك يا أبوي. لا والله عادي. طيب معتي راح يجيب الشهود هذا الجميل. طيب ماشي. طيب سامحني من جد، سامحني والله بالعافية دكتور. أنا بس أردت أن أوقظ الجميع. الله يسعدك. فلما أفل أي ذهب، متى يأفل الكوكب؟ آخر بيصبح يعني. متى يسطع اللي هو جنة الليل عليه رأوا كوكب، أو متى يأفل؟ يتبين الخيط مع طلوع الفجر أشياء يعني ممكن تقول أواخر. إذا هذا التمرين طويل في الليلة الأولى، صحيح ولا لا؟ طويل صح، تمرين طويل مثل ما قلنا في تمرين الطيور تذكرون. طيب ومعه القوم أو بعض القوم، إذن هذه ليلة تستحق ليلة يعني، ما هو وقت بسيط. وبعض الكواكب الفائدة قد تذهب يعني فجأة يغيب ضوءها، ربما في ساعة في أقل أكثر قبل لا يأتي النور قبل يعني يذهب. طيب إذن هذا تمرين أخذ وقتا في الليلة الأولى. فلما أفل قال لا أحب آفلين. وقوله لا أحب الآفلين يشير إلى أن لا يستحق أن يكون إلهنا وربا من إيش من يغيب عن العباد. طيب ثم قال في التمرين الثاني، وعلى هذا ما من فسر من الفرق الثلاثة كان تفسيرهم صحيحا، فلما رأى القمر بازغا، هذا في ليلة أخرى الله أعلم قد تكون ليلة تليها أو بعدها بليالي. وقول الله تعالى القمر هنا يعني كان بدرا أو كان ساطعا، لأن الله قال فلما رأى القمر بازغا، وبازغا يعني إيش؟ طلوع كاهل، أشد من السطوع والطلوع. قال هذا ربي، نفس العبارة، هذا ربي، هل هو ربه عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما يتمثل يستدرجهم. فلما أفل، متى يأفل القمر؟ القمر ها لا هو بس شغال في الكواكب بس ها. طيب ها متى يمكن السقايا عندهم خبر. طيب متى طلوع الشمس، متى يأفل القمر؟ في منتصف الليل يا شيخ. أعطيك بالساعة مثلا لا أنا أسأل أستعلم أستفيد منكم. يعني طلوع الشمس الفجر أول ما تطلع الشمس يبدأ يختفي القمر. الله هو رسوله أعلم. طيب وأحيانا يختفي بالسحب، صحيح؟ وأحيانا يختفي بسبب سوء الأحوال سمى الجوية، ها رؤية تضعف لأي، لكنه أهم شيء إنه إيش يأفل. فقد يأفل في آخر الليل، إذن هو تمرين طويل الثاني، الله أعلم ليلة أو بعض الليلة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هناك في الأولى لا أحب الآفلين، هذه واحدة احفظوها. الثاني قال عليه الصلاة والسلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قوله هنا ربي هذا في طريقة غير مباشرة، ها في إشارة، أيوه غير مباشرة، إن أنا أعبد غير هذا. واضح واضح. هذا مثل أيضا كلام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجينين أيضا بنفس هذا الأسلوب، ما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بال، وهكذا كانوا عليهم الصلاة والسلام يعرضون. ليس الدعوة إلى التوحيد دائما ونبذ الشرك دائما تكون بالمباشر. يفهم كثير من الناس أن الدين والدعوة إلى التوحيد لابد أن تكون بالطريقة المباشرة. نعم
هي جزء من التوحيد، لكن هناك طرق كثيرة غير مباشرة قد تؤثر في المشركين أحسن من دعوة. مثل ماذا؟ دعوة غير مباشرة، من يعرف؟ للوثنيين وغير المسلمين بالتعريض، مثل ماذا؟ بعد السؤال شوي شيخ، ما هي الطرق نعم التي تتخذ بطريق غير مباشر للدعوة إلى التوحيد ونفذ الشرك غير المباشرة؟ مباشرة واضحة. ممكن هذا اللي احنا قاعدين نفسره الآن من في الواقع، يحاكي ما هم عليه ثم يثبت. نعم، يحاكي حوار خطاب العقل، كأنه يحاور مثلا يهود أو نصارى، فيقول لهم ما اللي يحرك الشلو؟ لديكم حكمة تقول كذا، فمن يسمعه يقول أعوذ بالله، هذا رجال يؤمن بالتوراة المحرفة أو بالإنجيل المحرف وفيها كذا، ويفصل معاهم، يأخذهم واحدة واحدة حتى يصل. واضح يا جماعة؟ فمن يسمعه من المسلمين يقول أعوذ بالله، هذا مشرك، أو هو لا يريد الإشراك إنما يريد أن يصل. أيضا من طرق غير مباشرة، تفضل. بالفعل بدون ما يشرح. يا سلام، بالفعل. الله، بالقدوة. ها؟ أي نعم. صحيح؟ بالأخلاق. واضح؟ أيضا بذكر بعض ما يعني يضر في هذه الأصنام، مثلا يعني مثلا الآن لو جيت تقنع إنسان متعلق بشيء معين، متعلق به عبادة أو معصية، يعني متعلق بهذا الشيء ما يدري، وهو شيء منهي عنه، فماذا تفعل؟ مهما تقول له مضر، لا تفعله، ما ينفعك، شكرا مطوع، جزاك الله خير، يعني فارقنا كذا. طيب، لكن تعال أحيانا، سبحان الله، لا فوائد. تعلمت من الشيخ القرعاوي رحمه الله، وممكن تقرأه في سيرته، الشيخ عبد الله القرعاوي أحد الأعلام والدعاء في الجنوب، توفي من قديم ونفع الله به كثيرا، أنه كان يأتي إلى بعض المناطق يحبون الشيشة الكبيرة هذه، الجراك، قبل الجراك ما أدري إيش كان اسمه قديما. فمرة وشيوخ القبائل هناك هم أكثر من يشيشوا ويدخنوا، حتى النساء أحيانا، ففكر فكرة طريقة غير مباشرة، جاء فاستأذن شيخ القبيلة في ليلة من ليلة عزمه، قلت استاذنك تعطيني الشيشة، فاستغرب الشيخ يبغى الشيشة، أخذها وخرج هذا، فجعل أخرج اللي وجعل يصب الماء الذي بداخلها، تعرفون الماء اللي بداخل الشيشة أو هذه يكون ماء صافي؟ لا. ثم جعل يخرج أكرمكم الله ما فيها من قطران، عارفين اللي هي تحت الماء وفوق الماء وداخله في اللي وداخله في نفسه، وقال لهم مهما كان يقول بكلامي هذا مضر وما ينفع، مثل ما يشوف الانسان. لا لا. طيب هذا التمرين اللي فعله الشيخ عبد الله القرعاوي اخذ عليه وقت ويدلف صحته وحياته ووقته، لو قال لهم حرام انتهى الموضوع، انه مضر وانتهى، لكن الاقناع والدعوة إليه تحتاج إلى 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 توفيق من الله بأساليب كثيرة، مباشرة وغير مباشرة. ولو سألنا كثيرا من المهتدين كيف اهتديتم، ربما اهتدى بالطريق غير مباشر. نرجع للآيات. إذن عليه الصلاة والسلام كان يسلك هذه الطرق ونحوها، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، كما قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام وجدك ضالا فهدى، وكلنا بلا هداية الله فنحن إلى الضلالة إذا لم يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويهدينا. التمرين الثالث أو الليل ولا يوم نحن يعني؟ لا، ليلة الثالث. الآن يوم. يوم يوم. فلما رأى الشمس بازغة
واضح؟ ليلتين ويوم. الله أعلم هي مباشرة ولا منفصلة ولا 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 أيام منفصلة. الله أعلم. إذن فلما رأى الشمس بازغة، يعني بدأ هذا التمرين من متى؟ صباح بدري. ها؟ من إشراق الشمس، صح؟ هل يقول من إشراق الشمس؟ مع القوم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. اسمعوا، هذا أكبر، هذا أكبر، ثلاث مرات يردد هذا ربي هذا ربي. انظروا كيف يشككهم عليه الصلاة والسلام وهو يتمثل قولهم هذا ربي، وهنا قال هذا أكبر، يعني أكبر منهما كما تقدم من تفسيركم جزاكم الله خير. فلما أفلت، طيب يعني كم مكث عليه الصلاة والسلام في هذا التمرين والحوار إلى غروب الشمس أو جاء سحاب أو شيء آخر ما يقدره الله. فلما أفلت، إذن 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 ما كانت دعوة مباشرة ولا كانت أيضا دعوة غير مباشرة، وكانت تستهلك دقائق أو ثواني كما يفعل بعض الدعاء ويذهب، لا يستمر معهم فترة طويلة حتى يرون هذا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ما قالها في الأولى عليه الصلاة والسلام ولا في الثانية، قالها في الثالثة إني بريء. وقوله يا قوم يدل على أنهم كانوا موجودين ولم يكن يخاطب نفسه، لا أحب الآفلين هذا رب، إنما كان يتمثل ويستدرجهم بحضورهم يا قوم إني بريء مما تشركون. والنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله لنا أنه تبرأ هو ومن معهم من آمن لما قالوا براء مما إيش تعبدون. ها هكذا، أو البراءة جزء من الإيمان والتوحيد. طيب تسمح لي أكمل الآية الأخيرة لأن أخاف الشيخ محمد يوقفني ولا أخذ السؤال؟ الأمر إليك، أنت المدير اليوم. لا ما المدير، أنا هنا ضيف كذا. هذا في مدير هو. ها سؤال بسيط أنا اللي أقصده، هل الأسلوب اللي استخدمها يعني فلما أفل قال لا أحب الآفلين، والثانية إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، هل هو لا يعني استهتر فيهم؟ لا هو ما هو استهتار، هو ما ليس استهتار، لأنه في الحوار أنت ما تستهتر، أنت تريد إقناع الأمامك فتتمثل تتمثل جادا الوضع. لكن آخر الكلام هو على الحقيقة لما قال لا أحب الآفلين، هذا كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب الثاني لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني يقصد لو لم يهديني ربي يهديني ويهديكم لنكونن ايش؟ القوم الضالين. طيب والثالثة لما قال يا قومي إني بريء مما تشركون، هذه صدق ولا ما هي صدق؟ صدق. فليس فيها استهزاء ولا استهتار، بالعكس كان عليه الصلاة والسلام يركز أنهم يمتثلوا ويخرجوا بنفس النتيجة. طيب في سؤال يا شيخ أيضا، بس أكملها ولا تأخذ السؤال؟ لا هي متعلق هنا الآن. الجماعة هذول يعبدون الأصنام. نعم. طيب لماذا يعني أتى لموضوع هم ما يعبدون الكواكب، أو إنهم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب؟ طيب هذا الإشكال ذكره كثير من المفسرين عليه رحمة الله تعالى، ولا نعلم عنه جوابا يقينيا، لكن نحن موقنون أن قوم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كانوا يعبدون الأصنام، فجعلهم جذاذا إلى كبر، راغ عليهم ضربا باليمين كما مر بنا في الحلقة السابقة والتي قبلها. وأيضا كانوا لهم علاقة بالنجوم، ولذلك لما أراد أن يتعذر أو يعتذر عن العيد والخروج إليه فنظر نظرة في النجوم. وأيضا لما أراد أن يعمل هذا الحوار جعل إيش في النجوم في السماء في السماء في السماء، ما يدل على أنهم كانوا يتعاطون علم الفلك أو علم الهيئة، الفلك هو الهيئة، علم السماء يتعاطونه حضارة وعلما
يعني مشهور، وإلى الآن العراق تعد من الدول الحضارية